من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد، أهلا وسهلا بك معنا أستاذة أماني. بداية، ارتفاع واضح في مؤشر الدولار وأيضا أداء الدولار عقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي يعني جاءت أعلى من المتوقع، كيف أثر ذلك على أداء الدولار خلال هذه الفترة وكيف سيؤثر على باقي العملات الرئيسية؟ صباح الخير. طبعا لو احنا بدأنا نتكلم عن ارتفاعات الدولار الامريكي، هو ارتفع بشكل كبير جدا مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات رئيسية، يعني للمرة الاولى منذ مارس 2020 يستقر على مستويات 100. عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ايضا استقرت بالقرب من اعلى مستوياتها في 3 اعوام. كل تلك الارتفاعات مصحوبة او بداعمة من يعني ارتفاعات التضخم التي شهدناها بالامس بحسب مؤشر اسعار المستهلكين، لكن المؤشر الرئيسي ل يعني اسعار السلع والخدمات ارتفع بنسبه 8.5%، فهذا يدل على يعني اعلى او اقوى وتيره نمو منذ ثمانينات القرن الماضي وبالتحديد منذ عام 1981. وبعد بيانات التضخم التي رايناها مرتفعه جدا، يعني وجدنا ان الاسواق بدات تسعر احتمالات رفع الفائده في اجتماع مايو المقبل بنسبه 88% لصالح يعني رفع الفائدة الأمريكية بحوالي 50 نقطة أساس. فيعني هذا يعني داعم بشكل رئيسي جدا لارتفاع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية، لأن معدلات التضخم الآن بوتيرة الارتفاع ب 8.5% التي لم نراها منذ 1981 تضع مزيدا من الضغوطات على الفيدرالي الأمريكي الفترة المقبلة، ليس فقط برفع الفائدة ب 50 نقطة أساس ولكن رفع الفائدة في كل اجتماع حتى نهاية العام، بالإضافة إلى تقليص حيازته أو يعني استوعب تقليص حيازته من السندات في الفترة المقبلة، وبالتالي كل تلك العوامل وكل تلك البيانات تصب لصالح استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي، خاصة أن بيانات سوق العمل ويعني معدلات البطالة تراجعت إلى مستويات 3.6%، فده مؤشر قوي على تحسن أغلب القطاعات في الولايات المتحدة، خاصة قطاع سوق العمل والذي سيكون داعم رئيسي طبعا ليعني وتيرة التشديد النقدي بشكل سريع. نعم، يعني أماني فيما يتعلق أيضا في منطقة اليورو، لاحظنا الضغوط التضخمية على منطقة اليورو في ظل التوترات الجيوسياسية وأيضا بعض التبعات من تداعيات أزمة كورونا، هل نتوقع قرار مرتقب في المركز الأوروبي يتعلق أيضا برفع أسعار الفائدة أم سيبقى على سياسة التيسير الكمي التي يتبعها الآن؟ يعني بالرغم من ارتفاعات التضخم ايضا في منطقه اليورو بنسبه 7.5% وفي الولايات المتحده ب 8.5%، يعني ارتفاعات التضخم برضه مشابهه للولايات المتحده، ولكن يعني الموضوع مختلف لان الان ازمه ما بين روسيا واوكرانيا تتسبب في زياده الضغوطات على منطقه اليورو. فبالرغم من ارتفاعات التضخم وجدنا انه حتى الان لم يبدا البنك المركزي الاوروبي في تشديد السياسه النقديه. نحن نرتقب يوم الخميس غدا يعني قرار الفائده واجتماع السياسه النقديه البنك المركزي الأوروبي، وبالرغم من التوقعات التي تصب لصالح يعني إبقاء المركز الأوروبي على سياسته النقدية الحالية ويعني عدم اتخاذ أي إجراءات جديدة حيال سياسته التوسعية وسياسات التيسير الكمي في الوقت الذي تعاني في منطقة اليورو طبعا من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، تباطؤ أغلب القطاعات، حتى لو تم فرض عقوبات قوية على روسيا سيكون طبعا منطقة اليورو من أكبر المتضررين من تلك السياسات، وبالتالي لأنها أكبر شريك تجاري مع روسيا، وبالتالي فأي تأثر بالنسبة للاقتصاد الروسي سيؤثر بالسلب أيضا على منطقة اليورو. وبالتالي وجدنا أنه بالرغم من ارتفاعات التضخم إلا أن البنك المركزي الأوروبي يعني لا يريد المضي قدما وتغيير سياسته النقدية الحالية، ولكن يعني من المرجح أن أو تشير أغلب التوقعات أن البنك المركزي الأوروبي غدا قد يعني يؤدي أو قد يشير إلى دلائل على احتمالات تقليص برامج شراء الأصول الفترة المقبلة، وهو ما قد يكون داعم نوعا ما لليورو، ولكن بشكل عام لا يزال الاتجاه الهابط أو الضغوطات البيعية تواجه اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وجدنا أن اليورو يستقر بالقرب من دولار و8 سنتات، يعني مستويات متدنية جدا أمام الدولار الأمريكي مع تصارع وتيرة التشديد النازي. من ناحية أخرى تباين السياسات يعني بيدعم ارتفاع الدولار مقابل اليورو خلال الفترة المقبلة. نعم، يعني تحدثت عن تباين السياسات بشكل واضح، هذا يعني دفع إلى تحسن بعض التحسن في شهية المخاطرة، انعكس سلبا على الفرنك السويسري الياباني اللذان يشهدان حالة من التراجعات مقابل يعني هبوط واضح في أداء العملات من الملاذات الآمنة تعتبر هذه، يعني هل نتوقع المزيد من التراجعات للين الياباني والفرنك السويسري؟
طبعا بالنسبه للين الياباني والفرنك السويسري كما اشرت انه شهد تراجعات قويه. الان الين الياباني بالقرب من مستويات ال 126 دولار لكل ين، تلك المستويات لم نراها يعني منذ اكثر من 5 اعوام او 6 اعوام، في الوقت الذي تتباين فيه السياسات النقديه بشكل واضح ما بين بنك اليابان وما بين الفدرالي الامريكي. يعني وجدنا ان البيانات التي اظهرت خلال امس او مع بدايه تداولات اليوم ان هناك انكماش واضح في طلبيات الالات في اليابان، يعني هذا ايضا يدل على استمرار تباطؤ الاقتصاد الياباني، استمرار مخاوف الانكماش، استمرار مخاوف يعني استمرار بنك اليابان في سياساته النقديه التوسعيه. طبعا تباين السياسات حتى في اليابان مقارنه مع الولايات المتحده يعني يدعم الدولار الامريكي بقوه، يضغط على اداء الين الياباني. حتى وجدنا ان الفارق ما بين عوائد السندات الامريكيه واليابانيه يعني تتسع وتصل الى حوالي 250 نقطه، طبعا هذا يدعم توجه المستثمرين بشكل رئيسي الى السياسات التي تدعم رفع الفائده وتشديد السياسه النقديه مثل الفدرالي الامريكي مقارنه ببنك اليابان. نعم، محللة الاسواق الماليه في ايكويتي جروب اماني رشيد، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا. We'll be right back.